بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أراد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر، قال: حاء، وحدثنا ابن نمير، واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. ليالي التشريق يجب المبيت بمنى، ولكن العباس رضي الله تعالى عنه كان يخرج الزمزم من البئر ويسقي الناس، فاستأذن أن يبيت بمكة من أجل هذا العمل الخيري، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حاء، وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعًا عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير، حدثنا زيد يزيد بن زريع، حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي من أهل البادية فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، يعني التمر والماء، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة رضي الله عنه، فاستسقى، أي طلب الماء، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبب أن الرسول قال: فاصنعوا، فلا، نعم، أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلا نريد، قال ابن العباس، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الذي جعلنا نسقي النبيذ تمر والماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن ذلك وقال: فاصنعوا ما فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أي على الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم من الإبل، وأن أتصدق بلحمها، أي بلحم تلك الإبل وجلودها وأجلتها ما كان على رحلها، وأن لا أعطي الجزار منها، أي أجرة الجزار لا يكون من اللحم،
بل شيء آخر. قال: نحن نعطيه من عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق باللحم والجلود والجلال الذي كان على الرحل، وأن لا أعطي الجزار منها، يعني أجرة. قال: نحن نعطيه من عندنا. فالجزار يعطى أجرته من غير اللحم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أي على الإبل التي أهداها، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً. أجرة الجزار ليس من اللحم بل شيء آخر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة، يعني البعير عن سبعة ويكون عمره 5 سنوات، والبقرة عن سبعة ويكون عمرها 2 سنين. 7 يشتركون في جمل عمره 5 سنين، و7 يشتركون في بقرة عمرها 2 سنين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه، ويكون البعير عمره 5 سنوات والبقر 2 سنين. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنه، أي في بعير. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟
قال هي إلا من البدن. وحضر جابر رضي الله عنه الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث، يعني الذي ما ساق الهدي يطوف يسعى ويقصر ويتحلل ويلزمه الهدي، فيشتركوا 7 في جمل أو 7 في بقرة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ونذبح البقرة عن 7 نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. وفي حديث ابن بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقرة في حجته. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنة باركة، يعني باركة في الأرض، فقال ابعثها قياما، يعني اجعل البعير قائم، ابعثها قياما مقيدة، يعني مقير رجلها اليسرى مقيدة بالعقال وهي واقفة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالبعير ينحر وهو قائم ورجله اليسرى معقولة، لا ينحر البعير وهو بارك بل وهو قائم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، يعني تفتل الحبل الذي يربط به القلادة في عنق البعير علامة على أن هذا هدي، فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. إذا أرسل الإنسان الهدي وهو لم يحج ولم يعتمر ما يحرم عليه شيء، إنما بعث بالهدي مع الحجاج يذبح يوم النحر تقربا إلى الله ولا يحرم عليه شيء لأنه ما أحرم. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب لهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام عروة
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني تصلح الحبل الذي يربط فيه الجلد ويعلق في عنق البعير علامة على أن هذا هدي لله عز وجل. وحدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنت أفتل أي أصنع قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يترك. يعني إذا أرسل الإنسان الهدي مع الحجاج ما يحرم عليه شيء، وهو لم يحج ولم يعتمر، إنما أرسل الهدي مع الحجاج يذبح وينحر يوم العيد يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، ولا يحرم على من أرسل الهدي شيئا مما يحرم على المحرم لأنه لم يحرم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت أي أصلحت قلائد بدن أي الإبل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها، يعني أخذ السكين وجرح سنام البعير قليلا وأخذ ذلك الدم وخلطه يعني جعله على السنام علامة على أن هذا هدي، يعني لم يجرح جرح كثير إنما قليل حتى خرج الدم ولطخ ذلك المكان علامة على أن هذا هدي. ثم أشعرها وقلدها أي علق في عنقها شيء من الجلد علامة على أن هذا هدي لله، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. يعني إذا أرسل الهدي مع الحجاج وهو لم يحرم لا يحرم عليه شيء. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي، ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. يعني إذا أرسل الهدي مع الحجاج وهو لم يحرم ما يحرم عليه شيء، والهدي يذبح يوم النحر تقربا إلى الله جل جلاله. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنا فتلت أي أصلحت تلك القلائد من عهن أي من عهن أي من صوف كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. إذا أرسل بالهدي لا يحرم عليه شيء لأنه ما أحرم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنا فتلت أي أصلحت تلك القلائد من عهن أي من صوف كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لأنه لم يحرم، يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا، يبعث بالهدي مع الحجاج وتذبح يوم النحر فلا يحرم عليه شيء لأنه ما أحرم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ربما فتلت، أي أصلحت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم، لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم لأنه لم يحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، يعلق في عنقها قطعة من الجلد علامة على أنها هدي. وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: كنا نقلد الشاة فنرسل بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء لأنه لم يحرم، إنما أرسل الهدي مع الحجاج. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن ابن زياد كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. هذا قول ابن عباس. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت، أي أصلحت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها، أي علقها في عنق الشاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. فإذا بعث بالهدي لينحر يوم النحر لا يحرم على شيء لأنه ما أحرم. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. فإذا أرسلت بالهدي لا يحرم عليك شيء لأنك لم تحرم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. إذا كان معك بعير هدي وأنت ليس عندك ما تركب يجوز لك أن تركب ذلك البعير إلى أن يأتي يوم النحر فتنحره. إذا هديت بالبعير وأنت ليس عندك ما تركب يجوز أن تركب ذلك البعير إلى يوم النحر ثم تنحر، وهذا من رحمة الله. وحدثنا يحيى بن يحيى
أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، يعني وليس عنده بعير، فأم أذن له أن يركب ذلك الهدي إلى يوم النحر. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنة أي بعيرا مقلدا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها. فقال: بدنة يعني هدي يا رسول الله. قال: ويلك اركبها، ويلك اركبها. يجوز أن يركب الهدي إلى أن يأتي وقت النحر إذا لم يكن عنده بعير يركبه. وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال: حدثنا هشيم، أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: وأظنني قد سمعته من أنس رضي الله عنه. حاء: وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة أي بعير، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة يعني هدي. قال: اركبها مرتين أو ثلاثة. فيجوز الركوب على الهدي إذا حتى يأتي وقت النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعته يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة أو هدية. فقال: وإن، أي وإن كان هديا وأنت ليس عندك ركوب، اركب حتى يأتي يوم النحر. وحدثناه أبو كريب، حدثنا ابن بشر عن مسعر، حدثني بكير بن الأخنس قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة، فذكر مثله. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، إذا اضطررت ما عندك ركوب اركب الهدي حتى يأتي وقت النحر. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا أي بعيرا تركبه. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا ماقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، يعني لا تضربها، لا تؤذيها، اركبها بالمعروف إلى أن يأتي وقت النحر. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي، حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق. قال النووي رحمه الله: يقال أزحف البعير إذا قام، يعني أبى أن يمشي وأزحفه. وقال الهروي وغيره: يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، يعني أبى أن يمشي، تعب وأبى أن يمشي، فأزحفت عليه أي أبت أن تمشي بالطريق، فعيي بشأنها أي شق ذلك عليه، إن هي أبدعت أي هلكت كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، أي لأسألن عن ذلك. قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء
قال: انطلق إلى ابن عباس رضي الله عنهما نتحدث إليه. قال: فذكر له شأن بدنتي، فقال: على الخبير سقطت، يعني سألتني وأنا عندي علم بهذا الموضوع. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة من الإبل مع رجل وأمره بها. قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ أي عجز عن المشي. قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. إذا عجز البعير عن السير فانحره، وإن كان هديا انحره في ذلك المكان. ثم أصبغ نعليها في دمها، أصبغ نعلي البدنة في دمها ليعلم أن هذا هدي، ثم اجعله على صفحتها، اجعل ذلك الدم على صفحة عنق البعير، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. انحرها واجعل هذا الدم على صفحة عنقها ولا تأكل منها، ولكن إذا مر بها أحد يأكلها، لكن أنت وأصحابك لا تأكلوا منها، حتى لا يكون شبهة أنك نحرتها لأجل الأكل. وحدثناه يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 18 بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، أي الإبل، هدي، ثم يقول: إن عطب منها شيء، أي عجز عن المشي، فخشيت عليه موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، أي صفحة العنق، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. غيركم إذا مر يأكل، أما أنتم فلا، حتى لا يظن أنكم أردتم اللحم وذبحت. حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون من في كل وجه، يعني إذا رموا الجمار يذهبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير: ينصرفون كل وجه، ولم يقل فيه، يعني إذا فرغت من رمي الجمار لا بد أن تطوف طواف الوداع، إلا الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد، قال: حدثنا سفيان عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فيسقط طواف الوداع عن الحائض. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟
فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إما لا، يعني إذا لم تقنع فسل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت، يعني أن طواف الوداع يسقط عن الحائط إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني تؤخرنا عن السفر؟ قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، يسقط طواف الوداع عن الحائط إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قالت: طمست، أي حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة بمثل حديث الليث، فسقط عنها الوداع لأنها طافت طواف الإفاضة. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد، حدثنا الليث حاء، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان حاء، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا، يعني تؤخرنا صفية رضي الله عنها؟ قلنا: قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن، يعني فيعفى عنها طواف الوداع. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، أي تؤخرنا عن السفر، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت، يعني طواف الإفاضة؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجنا. إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت لا بأس، يسقط عنها الوداع. حدثني الحكم بن موسى، حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا، تؤخرنا عن السفر. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد زارت يوم النحر، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر معكم،
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية أم المؤمنين رضي الله عنها على باب خبائها أي خيمتها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا أي تؤخرين عن السفر ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر أي طفت طواف الإفاضة قالت نعم قال فانفري وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي الذي بيده مفتاح الكعبة فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره يعني عمودين من الأعمدة التي داخل الكعبة جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه يعني وصلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى فدخول الكعبة إذا أمكن مستحب ويصلي فيه وإذا ما أمكن يدخل الحجر ويصلي لأن قريش لما جددوا بناء الكعبة تركوا قدر ستة أذرع أو سبعة أذرع من البيت فالحجر ليس من يعني إذا الذي لم يقدر أن يدخل الكعبة يدخل في الحجر فإن ستة أذرع أو سبعة أذرع من الحجر في الكعبة حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة الذي بيده المفتاح فجاء بالمفتح ففتح الباب أي باب الكعبة المشرفة قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الذي بيده المفتاح وأمر بلال وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال رضي الله عنه هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه يعني أمامه قال ونسيت أن أسأله كم صلى وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد رضي الله عنه حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه فقال ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لا تعطينه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حماد بن زيد. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له. وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة المشرفة ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأجافوا عليهم الباب، أي أغلقوا الباب طويلا، ثم فتح، فكنت أول من دخل، فلقيت بلالا رضي الله عنه، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين. فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة رضي الله عنهما، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، أي أغلق الباب. قال: فمكثوا فيه مليا، ثم فتح الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ورقيت الدرجة فدخلت البيت، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة المشرفة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، أي دخل، فلقيت بلالا رضي الله عنه، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعاً عن ابن بكر قال عبد: أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جري قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عنها، لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، لكن تقدم أن بلال قال صلى، فلما خرج ركع في قبل البيت، يعني في وجهة البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت، أن صلى في كل جهة من الكعبة في داخل الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، أي أعمدة، فقام عند سارية فدعا ولم يصلي،
لكن بلال قال صلى رضي الله عنه. وحدثني سريج بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا، إنما دخل عام الفتح. قال النووي: قال العلماء رحمهم الله: والمراد به عمرة القضاء عن سنة 70 التي كانت سنة 70 من الهجرة قبل فتح مكة، وأما فتح مكة سنة 8. قال العلماء: وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد، لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك قريب عهدهم بالكفر أسلموا قريبا، لولا هذا لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، أي تركت 6 أذرع أو 7 أذرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفتتنوا ويرتدوا فلم يفعل. قال: ولجعلت لها خلفا، أي باب من خلف، يدخلون من الباب الأمامي ويخرجون من الباب الخلفي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها بابا خلف، ولكن لم يفعل، لعل هؤلاء الذين أسلموا يتشككوا ويرتابوا، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر، لولا أن قومك أسلموا قريبا لفعلت، ولكن أسلموا قريبا فيخشى أن يحصل هناك شك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركن العراقي والشامي فليس على قواعد إبراهيم بل هي على بناء قريش، فلذلك لم يستلمهما، ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر
إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعًا مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية، يعني أسلموا قريبا، أو قال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. في داخل الكعبة كنز، فالنبي أراد أن يخرجه وينفقه، ولجعلت بابها بالأرض، أي لاصقا بالأرض، ولا أدخلت فيها من الحجر، يعني داخل الكعبة، ولكن لم يفعل خشية أن يتشككوا ويحصل فتنة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثني ابن مهدي، حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، أن الباب لاصق بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها، أي ما ضعف منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي، أي ظهر لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها، أن تصلح ما ضعف منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، أي لا تهدم. وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، أي يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس، أي خاف الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيها أمر من السماء، أي عقوبة، حتى صعدها رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير رضي الله عنهما أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: إني سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أساً، يعني أساساً نظر الناس إليه، يعني أساساً لبناء إبراهيم عليه السلام، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعاً، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله
10 أذرع عن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير قتله أصحاب الفتنة، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير رضي الله عنهما قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه.